العلاقة ما بين المصريين اللي عايشين هناك والولايات المتحدة الأمريكية، وصفة أو فكر الناس عامة في أمريكا عن مصر. وكويس أوي اللي أنت قلت حكاية إن إحنا، هل إحنا ضعفاء وخربانين وكذا وخايفين وكذا، ولا لنا مكانة؟ وهو فعلا لنا مكانة كبيرة جدا نستحقها في الغرب، لأن الغرب يعلم إن مصر هي ميزان القوة في منطقة الشرق الأوسط بحاله، في الوسط العربي، في الوسط الشرق الأوسط، وفي وسط أفريقيا. إحنا لنا مكانة، يعني صنعها التاريخ. ما يصحش أبدا إن إحنا نقول مصر ضعيفة اليومين دول، ومش عارفين نأكل نفسنا، مش عارفين. وارد إن ده كذا، لأن بتعدي فيها أحقاب في تاريخنا، بنوصل كده نوصل للقمة ونندحر وننزل تحت ونتخرب شوية، تخرب خالص وتنزل للبط للقاع وترجع تطلع تاني. تاريخنا كده مليان، معناها ان احنا يا اخوانا ايوه وصلنا الى الحضيض، وصلنا الى منطقة وحشة جدا. ما فيش في ايدنا ان احنا نقول ان احنا بلد عظيمة وهي الرائدة كذا كذا، لا. لكن احنا بدينا نفهم، وبدينا نطلع، وبدينا في السكة الصحيحة اللي توصلنا لمكانة مصر التي تستحقها.